أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. نستهلها من يومية الأخبار التي عنونت الملك محمد السادس يدعو إلى تحسين النظام الصحي والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، إذ قال الملك محمد السادس إن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة في الواقع المعيشي للمواطن إلا بتكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشددا في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للتنمية البشرية تلاها وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت على اعتماد هندسة جديدة تروم النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة والتصدي المباشر للمعيقات التي تواجه التنمية البشرية للفرد وكذا دعم الفئات في وضعية صعبة. ذات اليومية كتبت في موضوع آخر بلوكاج في مشاورات التعديل الحكومية، وكتبت كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية وجود تعثر في مشاورات التعديل الحكومي بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمناء العامين للأحزاب الأغلبية بسبب خلافات حول الهيكلة الحكومية وتشبث حزب العدالة والتنمية بجميع الحقائب الوزارية. المصادر ذاتها سجلت وجود تأخر في إجراء التعديل الحكومي قبل الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية في 11 من أكتوبر المقبل. إلى يومية الأحداث المغربية وعنونت الأمن يقول كل شيء، وكتبت سجلت المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا في مؤشرات الجريمة بكل أنواعها، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بانتشار صور وفيديوهات تشيع عدم الإحساس بالأمن. وأكدت المديرية العامة للأمن وفق اليومية خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الخميس أن انتشار فيديوهات ذات حمولة عنيفة هي المسؤولة عن هذا الإحساس، والتي أحصتها في 112 شريطاً، وأصدرت المديرية خلال هذه السنة بشأن مثل هذه الأخبار الزائفة حوالي 113 تكذيباً. إلى الشأن الدولي مع صحيفة الشرق الأوسط وعنونت واشنطن تبلور تحالف أمن الخليج. الصحيفة كتبت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل أمس في جدة رئيس الوزراء الباكستاني عمر أخان، الذي أكد دعم بلاده الكامل للسعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس رئيس الوزراء الباكستاني. جاء ذلك تقول الصحيفة فيما تواصل واشنطن جهودها لبلورة التحالف الدولي لحماية أمن الخليج ومواجهة التهديد الإيراني للعالم. نتنياهو يلغي سفره إلى نيويورك وصحفيون ترامب تخلى عنه، عنوان من صحيفة القدس العربية. الصحيفة كتبت يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياته السياسية بعد نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء الماضية، التي أعطت الحزب المنافس أسرق أبيض عددا أكبر من المقاعد في الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، لكنها لم تمنحه الفوز المطلق، حيث أطلق نتنياهو دعوة خبيثة كما وصفها مراقبون ومحللون سياسيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعا للاجتماع مع غانتس لمناقشة تشكيلها. في المقابل أكد صحفيون أن ترامب لم يهاتف نتنياهو أو سواه بعد، وقال إنه لن تكون هناك تبعات لنتائج الانتخابات للكنيست على علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل. نختم مشاهدينا من صحيفة العرب اللندنية وعنونت خامنائي وافق على هجوم أرماكو شرط التمويه في تنفيذه. وأفادت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خففت من سقف التهديدات التي وجهتها لإيران، وأوحت من خلالها بأنها قد تواجه لها ضربات محدودة
كرد فعل على استهداف منشآت نفطية سعودية وتهديد أمن سريان النفط، في وقت يكشف تقرير استخباري أمريكي عن أن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي كان على علم بالهجوم الذي استهدف المنشأتين السبت الماضي. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.